بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، مرة ثانية ألتقي بكم مع مقرر الحاسب الألف التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية، جامعة الملك خالد. والمحاضرة الثانية أنواع الحاسبات الآلية. أهداف الدرس: عزيز الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- تعرف أنواع الحاسبات الآلية حسب الغرض من استخدامها. 2- تناقش أنواع الحاسبات الآلية حسب طريقة أدائها. 3- تفرق بين أنواع الحاسبات الآلية حسب حجمها. 4- تفرق بين أنواع الحاسبات الآلية المختلفة. والآن مع أنواع الحاسبات الآلية. أولا، الحاسبات الآلية حسب الغرض من استخدامها. 1- حاسبات آلية عامة الغرض، وهي الحاسبات التي تصمم لأغراض كثيرة علمية وتجارية واجتماعية وغيرها في جميع جوانب ومتطلبات الحياة. 2- حاسبات آلية محدودة الغرض، وهي حاسبات تؤدي غرض معين مثل قياس درجة الحرارة والضغط الجوي ووزن الشاحنات على الطرق السريعة. ثانيا، أنواع الحاسبات الآلية حسب طريقة أدائها. 1- الحاسبات الرقمية، سميت هذه الحاسبات بهذا الاسم لاستخدامها نظام الترميز الرقمي لتمثيل البيانات، حيث يقوم الحاسب الآلي بتحويل الأحرف والأرقام والرموز المختلفة إلى نظام الترميز الثنائي الرقمي 0-1. وتستخدم هذه الحاسبات لأغراض متعددة مثل المؤسسات التجارية والدوائر الحكومية والمدارس وكذلك الجامعات. 2- الحاسبات القياسية، تعتمد هذه الحاسبات على الإشارات التماثلية في أداء عملها، لذلك تستخدم لقياس درجة الحرارة والضغط الجوي وغيرها من الظواهر المختلفة. ثالثا، أنواع الحاسبات الآلية حسب حجمها. 1- حاسبات كبيرة الحجم، وهي أكثر حاسبات الشائعة الاستخدام في الشركات الكبيرة والدوائر الحكومية، وظهر هذا النوع في الخمسينيات، وكانت كبيرة الحجم وبطيئة السرعة وكذلك باهظة التكاليف. النوع الثاني، حاسبات متوسطة الحجم، ظهرت هذه النوع في مطلع الستينيات، وذلك بعد استخدام مادة السيليكون في تصنيع مكونات وعناصر الحاسب الآلي، وتستخدم في المؤسسات الصغيرة، وذلك لصغر حجمها وقلة تكاليفها. تابع أنواع الحاسبات الآلية حسب حجمها. 3- حاسبات صغيرة الحجم، هذا النوع هو الأقل من حيث سرعة معالجة البيانات وطاقة التخزين بالنسبة للحاسبات الآلية الأخرى، وقد انتشرت هذه الحاسبات نظرا لمصالحها الرائق وسعرها المنخفض. ومن أمثلة هذه الحاسبات الآلية الصغيرة ما يلي: الحاسب الشخصي، الحاسب المحمول، الحاسب المفكر. والآن عزيز الطالب مع التقويم، حاول كتابة نبذة مختصرة عن 1- أنواع الحاسبات الآلية حسب الغرض من استخدامها. 2- أنواع الحاسبات الآلية حسب طريقة أدائها. 3- أنواع الحاسبات الآلية حسب حجمها. وشكراً